ماتش مصر ليبيا مش بس حسابات المصريين لكن كمان حسابات الأشقاء في ليبيا، وإزاي باصين للمباراة وإزاي شايفين مواجهة المنتخبين النهاردة. معانا دلوقتي واحد من نجوم طبعا المنتخب الليبي السابقين، كابتن أسامة الفزاني. مساء الخير يا كابتن أسامة. أمسية طيبة لك سيد أحمد. أهلا أهلا وسهلا بك. شيخك الكريم وكل السادة المشاهدين على وتحية من قلب مصر لأشقائنا وللشعب الليبي كله، يا رب دايما تبقوا في أحسن حال وبكل خير. النهارده مواجهة بين شقيقين، وللأسف هي مواجهة حاسمة تقرب المنتخب الفايز بفرصه طبعا لصدارة المجموعة والتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم. إزاي الأشقاء في ليبيا بيبصوا للمباراة دي وإزاي استعدوا لمواجهة المنتخب المصري؟ شوف المباراة مهمة زي ما ذكرت حضرتك بين الفريقين، طبعا نضع الحسابات جانبا الان، لان احنا الان في انتظار الدقيقة هي الفيصل بين الفريق بين المنتخب الليبي والمنتخب المصري. يعني لاحظنا طبعا المباراة الماضية كان بصراحة سيطرة المنتخب المصري بشكل كبير على مجال المباراة، لكن نجح المنتخب الليبي تكتيكيا في تقليل بعض الهجمات وبعض الخطورة من منتخب مصر. مباراة اليوم نتقل القسم على 2، طبعا زي ما ذكرت لك الان كل شيء متوقف على 90 دقيقة في بنينة في ملعب شهداء بنينة في بنغازي. من وجهة نظرك ايه المطلوب من خافيير كليمنتي في المدير الفني المنتخب ليبيا في مواجهة مصر النهاردة؟ طبعا خافيير كليمنتي مش مطلوب منه الكثير، لان احنا طبعا انت تعرف ان دوري مش منتظم، كان توقف الدوري مدة عام ونصف، ساعدنا على المشاركات الافريقية نظرا للظروف الامنية، وانت عارف طبعا ليبيا الظروف اللي مرت بها. لكن طبعا بصراحة أنا نحب نوجه تحية من خلال قناتكم إلى خافيير كليمنتي اللي استطاع أن هو نتحصل من خلال على اللقب الوحيد ولقب الشان، واستطاع بصراحة تنظيم الكرة الليبية اللي هو بصراحة المدرب الوحيد اللي عارف عقلية اللاعب الليبي ويعرف اللاعب الليبي جيد. أنت تعرف طبعا المنتخب الليبي مر بعدم استقرار، ممكن 8 مدربين في ظرف سنتين، يعني الآن استقرينا على المدرب خافيير كليمنتي ومكون ومدرب ومحاضر يعرف خبايا الكره الليبيه جيدا، يعرف عقليه اللاعب الليبي جيدا. بصراحه شفنا حتى التوظيف، ويحسب لكليمنتي توظيف اللاعب الليبي في المباراه الاخيره بالذات في مباراه الجابون وانغولا، واستطعنا طبعا نرفع انغولا في انغولا، طبعا هذا شيء مو سهل. خافيير كليمنتي رتب اوراق الكره الليبيه بصراحه في المنتخب الليبي، ونتمنى اليوم اكيد يعني كليمنتي عد العده جيدا اليوم باش يظفر بالنقاط الثلاث. هي عد العدة دي تحديدا اللي انا عايز اكلمك في تفاصيلها، يعني تتوقع بمعرفتك بيه وبفكره النهارده ما قداموش غير سيناريو واحد عشان يحافظ على فرص منتخب ليبيا في الوصول لكاس العالم، وهو الفوز، انه يحقق الفوز على مصر. هل تتوقع انه ياخد المجازفة؟ هل تتوقع ان يبقى متحفظ الطريقة اللي واجه بيها منتخب مصر في القاهرة او في برج العرب؟ تتوقع انها تختلف عن الطريقة اللي هيلعب بيها في مباراة اليوم؟ لا لا، الوضع مختلف، لانه اول شيء طبعا استاد شهداء الدين عكس استاد برج العرب. ايوه الملعب طبعا عشر صناعي تعبان، اللاعبين اللي يجيدوا اللعب على مثل هذه الارضيه، ممكن منتخب مصر حيواجه صعوبه في على ارضيه الملعب، وبعدين الاجواء حتكون طبعا بالجمهور الليبي. طبعا لما نلعب احنا كنا نلعب دائما خارج ارضنا في الفترات السابقه او في السنوات السابقه، الان طبعا عامل الارض والجمهور عامل ممتاز، بالاضافه الى عامل الملعب زي ما قلت لك. طبعا ضيق المساحه، طبعا الملعب مش بالمساحه زي ما ذكرت لك في ملعب برج العرب، يعني عده عوامل وظروف تخلي طبعا المنتخب الليبي انه هو اليوم يظفر بثلاثه نقاط، بالاضافه الى لاحظت طبعا من خلالك طبعا انت وضيفك الكريم تحللوا نقطه مهمه، لان محمد مجدي افشل كالعاده وعبد الله السعيد، يعني مع النني مش حيشكل ثنائي. يعني لما كنت تتابع في الكره المصريه ونتابع في قناه الاهلي دائما ونتابع برنامجك، وشفت حتى الاهلي من خلال بطولاته لما يلعب السوليه وافشه عكس ما يلعب مثلا السوليه والنني او عبد الله السعيد والنني، يعني خطوره افشه بصراحه دائما، يعني ما طبعا يعجبني اللاعب هذا بالاضافه الى محمد الشريف حتى هو اذا تم استبعاده، فلهذا افشه من اللاعبين اللي يلعب دائما الكره الاماميه ويشكل في خطوره لمحمد صلاح وللاجنحه، وكذلك يلعب دائما بين الخطوط. فلهذا طبعا احنا فرحنا كليبيين ان افشه مش موجود في قائمه منتخب مصر، وحتى مش موجود في ارض الملعب يعني، وهذا السبب اليوم يخلي ممكن ليبيا تفوز لو كان النني موجود اليوم، لان مصر بصراحه تمتلك اجنحه واروقه بشكل كويس، تمتلك مهاجمين طبعا على مستوى عالي،
بالنسبة للنجم محمد صلاح هذا نجم دولي وفخر لكل عربي طبعا وفخر لنا احنا كليبيين، لكن بصراحة في وسط الملعب يعاني منتخب مصر باستبعاد أفشة لأن كان يشكل ثنائي خطير مع عمر السولية. أوعدك كابتن أسامة نظبط مشكلة خط النص النهاردة وإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة يعني تليق بفريقين كبيرين وفي النهاية أشقاء والرياضة دايما تقرب الشعوب من بعض. بشكر كابتن أسامة الفزاني طبعا نجم منتخب ليبيا السابق. نتكلم يعني يمكن كابتن أسامة كان بيتكلم على فكرة الفوارق بين المباراة، فكرة مساحة الملعب، فكرة أرضية الملعب، فكرة الدوافع اللي موجودة عند منتخب ليبيا، لأنه لعيبة ليبيا النهاردة نازلة وعارفه ان ما عندهاش بديل غير الفوز. كمان الايس بريكنج انجاز التعبير اللي حصل، يعني لما يبقى منتخب ليبيا جاي وهيلعب منتخب مصر وهو سامع عن صلاح، سامع عن مرموش، سامع عن مصطفى حجازي الشناوي، غير لما يلعب قدامهم 90 دقيقه ويحس ان لا الموضوع كان ماشي سجال يعني في النهايه، وكان ليهم فرص خطيره كان ممكن تغير سيناريو المباراه، وبالتالي ده الى حد ما كسر حاله الرهبه اللي موجوده عندهم النهارده. شايف شكل المباراه ازاي وايه اللي مفترض يلعب عليه منتخب مصر النهارده يا شريف؟ انا شايف من وجهه نظري ان المنتخب هيستفاد من حجم الملعب. منتخبنا احنا لان انا عندي احساس كده ان احنا شويه هنلعب بطريقه مختلفه، هنميل شويه فيها للدفاع ونعتمد اكتر على الكاونتر اتاكس اكتر من المباراه اللي فاتت. فده توقعي، فمساحه الملعب ضيقه شويه، اعتقد دي شويه ممكن تفرق مع منتخب مصر حاجه ايجابيه. تمام. كمان في نقطه ثانيه، احنا عندنا اثنين لعيبه السرعه الانفجاريه بتاعتهم كبيره جدا، كان محمد صلاح. نشرح يعني ايه السرعه الانفجاريه بالمناسبه؟ السرعه الانفجاريه يعني اللاعب بيبدا من بيوصل لاقصى سرعه ليه في وقت ضيق جدا. تمام، اكسلريشن يعني الاكسلريشن.